تستضيف هيئه تنظيم الاتصالات في مملكه البحرين مؤتمر القمه العالميه لتقنيات شبكه الجيل السادس في الثالث والرابع من شهر مايو المقبل. نعم، وذلك بالتزامن مع فعاليات منتدى الاتصالات العالمي، حيث سيجمع المؤتمر العديد من ممثلي القطاعات ذات الصله من شتى انحاء العالم. بهذه المناسبه قال السيد فيليب مارنيك المدير العام لهيئه تنظيم الاتصالات ان تقنيه شبكات الجيل السادس تنقل حقبه جديده في عالم الاتصالات وسيكون لها الاثر الكبير على جميع القطاعات بدايه من الرعايه الصحيه والنقل وحتى التعليم والترفيه كما ستساعد المستهلكين على الاستمتاع بتجربه الكترونيه متكامله الاركان وغير مسبوقه على شبكه الانترنت ويتيح مؤتمر القمه العالميه لتقنيات شبكه الجيل السادس لجميع الاطراف المعنيه فرصه قيمه وفريده من نوعها لمشاركه المعرفه والتعاون بشكل وثيق لتطوير هذه التكنولوجيا الجديده الثوريه. وتاتي استضافه مملكه البحرين لهذا الحدث العالمي لتؤكد على مكانتها الرائده في عالم الاتصالات والتزامها بالبقاء دائما في طليعه مسيره الابتكار.